هذا يأتي حقيقة في ظل العبث العسكري والسياسي الذي يحدث في المنطقة الشرقية تحت إشراف مجلس النواب المتواجد، الذي أعاد خليفة حفتر إلى الخدمة العسكرية في ظل وجود قوانين دولية ومحلية تمنع منعا باتا رجوع أسير الحرب إلى الخدمة العسكرية، ناهيك عن تحصله على الجنسية الأمريكية، وهذا أيضا مخالف للقوانين العسكرية. فظل هذا العبث استطاع استصدار الناظوري وخليفة حفتر استصدار قرار من عقيلة صالح بصفته القائد الأعلى لما يسمى الجيش العربي الليبي، قرار بخصوص ترقية ابنه إلى رتبة نقيب، مع أننا نعلم أن رتبة نقيب لا يتحصل عليها خريج الأكاديميات العسكرية إلا بعد مرور من ست إلى سبع سنوات، يكون قد تخرج على رتبة ملازم، ثم يستمر في العمل فترة من ست إلى سبع سنوات إلى أن يتحصل على رتبة نقيب. وهذا مثلما أشرت يأتي في ظل العبث الذي يدور في المنطقة الشرقية. أيضا تحصل الناظوري على رتبة لواء وهو كان مطرود خارج الخدمة وبرتبة ملازم أول، تم ترقيته وإعادته للخدمة. فحقيقة هنالك خرق فاضح وصارخ للقوانين العسكرية والمدنية، ونحن تعهدنا حقيقة عدم احترام مجلس النواب ولا هم في المنطقة الشرقية ولا عبد الله الثاني لأي قوانين ولا نظام ولا حتى للقضاء ولا لغيره. ولذلك هذا العبث الآن أصبح يدار بشكل كبير وواسع، بإعطاء الرتب العسكرية للمدنيين وإعطاء محاولة إضفاء صبغة الجيش أو الشرطة عليهم، ولكن هم بعيدون عن الواقع. عندما نريد أن نؤسس مؤسسة عسكرية لابد أن يتحصل الطالب أو الأكاديمي على دراسة عسكرية وقوانين عسكرية، نعم، علوم عسكرية، طيب، حتى نستطيع أن نتحصل على عنصر عسكري سواء كان ضابط أو ضابط صف أو جندي يكون لديه ملم بالعلوم العسكرية، وهذا حقيقة لا يوجد في العناصر الموالية أو الميليشيات الموجودة في عملية الكرامة.